ايه مش زعلان؟ انت كل ساعة والتانية هتسأليني السؤال دي. لا زعلان يا ابو العيلة، وانا عارفة انك زعلان. خلاص يا ستي، انا زعلان، زعلان من نفسي. ممكن تسيبيني شوية؟ طب لازمته ايه بس الهم والنكد ده؟ ده انا خلاص بعت اتفق مع المأذون. بجد يا روي؟ والنبي ومقام السايح؟ ايوه يا ابو العيله، خلاص هنتجوز. بيت يا حنان. نعم. روحي يا بنت خدي العيال غديهم وحميهم، وبعد كده تنزلي على السوق وتشتري لهم هدمتين جداد، خليهم كده يفرحوا ويزقططوا. عيني. امسك يا ابو العيال. ايه دول؟ امسك بس. لا انا مش ماسك حاجه الا لما اعرف دول ايه. عايزك تنزل تشتري جلابيتين جداد، وتشتري كمان لسه حرير، وتروح للمزاين. لا ده المزاين هو اللي يجي لك. عايزك كده تتوضب وتفرح، ده انت عريس والليله ليلتك. امسك بقى، امسك. ماشي، بس اللي اوله شرط اخره نور. ماشي، ناخد الفلوس دي وعليها الفلوس اللي انت بعتي حنان تشتري الهدوم لاولاد، وكل الفلوس اللي انت عطيهم لي من قبل كده كلتها دين علي. سلف ودين يا راوي. الست منتهي. ايوه هي، روح انت بقى وضب نفسك. يلا يلا يا راجل. ماشي. أنا من بكرة أشد مكتوب للأوقات، يبعتوا لنا شيخ غيره. إيه أمال إيه؟ هي خلاص؟ الحكاية بقت مشاع؟ كل واحد صلى له ركعتين ولا حافظ له كلمتين يعمل لي شيخ؟ والله عندك حق يا عم. أنا غلطان إن أنا ما عملتش حساب اليوم ده من الأول. ما أنا قلت لك من زمان يا عتمان. فأني سفيه أني؟ أني سفيه؟ ماشي يا شيخ محروق، إما وريتك. عايزني أقول لك إيه يا عم؟ أقول لك إيه وأنا شايفك عمال تلوم في نفسك وتقتت فيه؟ أقول لك يا عم ده ما هو أنت اللي قويت شوكته لغاية ما رفع شوكته دي في وشك؟ ولا أفكرك باللي أنا قلته لك زمان يا عتمان لما قلت لك ما تمكنوش من المنبر ولا إنه يخطب في الناس وإيه اللي هيقلبهم عليك؟ أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه؟ خلاص بقى يا مبروك، وأنت لسه هتقول وتعيد ما أنت هريني ولا يا أخي، هي نظرك أنت كمان. يعني اسم العمدة فين تراخر؟ الست حفيظي قلب عليك الدنيا. عادي، اخوها السيد قاعد عندكم في الدوار وعايزك بالعجل. ليه؟ حصل ايه؟ اصل عدم المؤاخذه يعني الست حفيظي حبت تزيل للبت الست فاطمه وتجيب مراخيرها الارض. قوم الست فاطمه هي اللي جابت مراخير الست حفيظه الارض. قامت الست حفيظه جابت مراخيرها من على الارض وراحت بيها لاخوها السيد، واخوها السيد حكم رايه يحشر رخر مراخيره في الموضوع، وعاوزين حضرتك تتدخل وتحشر مراخيرك رخر في الموضوع. ايه الرشح ده كله؟ ايه دي اخبارك زي الزفت؟ بقول لك ايه، روح دور عليا في حته تاني. اروح ادور فين يعني؟ شوفني عند زينات الحلاقه، ما لقيتنيش هناك هتلاقيني هنا. حاضر. يلا ما تهم بقى انت التاني، تخلص التحويجه دي عشان نكتب الجواب. خلص اهي. اعملي قهوة يا بنت يا حنان. يا اهلا يا حضرة المأمور خطوة عزيزة، اتفضل. يا اهلا وسهلا. انت ايه؟ نسيتينا خالص. معاش اللي ينساك يا باشا. اصل انا سمعت كلام كده فقلت اجي اتاكد بنفسي. خير ان شاء الله. سمعت ايه؟ سمعت انك هتتجوزي الواد الفلاح التلفان ده اللي اسمه ابو العيلة. ايوه هتجوزه، ودخلتي الليلة. والله عملت طيب، صدقني كنت هقول لك انت لازم تتجوزي عشان ما فيش حد يتكلم عليكي، وانت اخترتي صح، وابو العيله برضه في ايدينا.
لو انت تقصد ايه يا سعادة الباشا؟ اقصد اللي انت فهمتيه بالظبط. لا حيلك حيلك، التلبيخ اللي انت بتلبخه ده يا راجل. ايه في ايه مالك؟ ما تحترم حرمة البيت اللي انت فيه يا راجل. وبعدين لا مؤاخذة بقى، راجل البيت يا اخويا مش موجود، لما يبقى يجي ابقى تعال، ويا ريت ما تجيش خالص. الكلام ده ليه انا؟ لو انت شايف حد تاني متبجع غيرك؟ اه. انت واضح بقى انك انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه، على فكرة. لا خد بالك بقى يا مأمور البلد، انا يا اخويا غير كل البلد، انا راوية، راوية اللي تعرف كويس قوي البلد دي يا اخويا ماشية ازاي، وتعرف كويس قوي قبل ما تخطي خطوة رجلها رايحة فين وجاية منين. اوعى تكون يا اخويا فاكر ان انت لما تيجي تهددني وتحمر لي عينيك هخاف واكش يا اختي. يم يم يم، اتفضل اتفضل اطلع بره، اتفضل اطلع بره. مين ده يا راوية؟ ده الزفت مأمور المركز. انا عارفاه، انا شفته قبل كده، انا متأكدة. واسمه ايه حضرة البيل مأمور الأمور ده؟ مالك يا بنت مساهمة كده ليه؟ هلا قوليلي يما، أني يعني عايزة أسألك سؤال كده بس وحياة النبي ما تغضبي علي. أني عمري ما أغضب منك ولا عليك يا منار. ها قولي، كنت عايزة تسألي في إيه؟ طب يعني يما، أنت يعني قبل ما تتجوزي أبويا يعني ما استلطفتيش حد كده ولا بصيتيش لحد أبداً؟ وإيه يا بنت اللي خلاكي تسألي السؤال ده دي دلوقتي؟ معرفش يما، أو سؤال خطر على بالي وخلاص. شوفي يا عين أمك، أني وأنا صغيرة قد كده كنت أبص الراحة في المراية وأشوف نفسي حلوة وعايقة، أقول لا يمكن أبداً أتجوز حد من الكفر دي، أني عايزة واد من البندر بيلبس بنطلون وزكيت ياخدني معاه مصر أشوف هناك الخير والعز اللي بسمع عنه، لحد ما اتجوزت أبوكي وكل اللي كنت بحلم بيه ده راح، وما عادليش غير الكفر، وبقى هو كل اسمتي وعشتي، ولما أموت إن شاء الله هندفن فيه. بعد الشر عليك يام، إنما لما جيت انت يا نور عيني حسيت إن أنا مش عايزة من الدنيا دي أياته حاجة غير إنك تبقي قدام عيني كده على طول مبسوطة وفرحانة. أنا حبيت أبوك يا منارة عشان كان حنين وبيخاف علي وبيعمل كل اللي بيقدر علي عشان أحبه. يعني اتأخرت يا أبو ليلى، معقولة يعني كل ده بتشوف العيال لأمهم؟ ولا انت يا ابو العيلة اللي بتشوف امهم على حس العيال؟ معلش معلش يا ابو العيلة، انا شطرتي بقى ان نستاهلك خالص فاطمة دي، لا هتفتكرها ولا تفكر فيها. بس افتكرت وافتكرت حكايته السودة. هو مين ده يا ست منتهى؟ وقال عامل عليكوا باشا ومأمور. المأمور؟ لا احكي لي احكي لي. لا يا حبيبتي، دي حكاية عايزة لها قاعدة نحكي فيها كده ونمخمخ. نمخمخ؟ طب ومال؟ ما احنا كده كده قاعدين مستنيين المأذون. احكي.
دي فضحته دي يا حبيبتي ما تتنسيش، ده بسببها اتنقل من الحلمية والقاهرة كلها، بس راح لفين أنا ما كنتش عارفة. وديني يا حبيبتي عرفت، هو صحيح يعني شكله تغير حبتين، إنما أنا عرفت وتحققت منه. إلا قولي لي بقى، هو صحيح مراته كانت مرافقة الراجل الكبير ولا لأ؟ نجيب بقى يا حبيبتي المقطوع من الأول. الراجل ده بقى اسمه خالد الكاشف، عارفاه؟ ها جربوع اصلا، ده لا عيله ولا اصل ولا فصل يشرف، وهوب اوام اوام بقى ضابط في الداخليه. ها مسك بقى في شرطه الحلمي، وانتي عارفه بقى الحلمي سكن البشوات والبهوات، وقبل ما هيجان الثوره يهدى كان في هناك ضابط كبير في الداخليه اسمه سليمان باشا مدكور. الراجل ده بقى كان واصل وايده طايله، وكان باشاره من صبعه الصغير كده يشيل ده ويرفد ده ويسجن ده ويعين ده. وبعدين احكي. الراجل الكبير ده بقى كل شويه كان يخلي حد من اللي بيشتغلوا عنده يتجوز لواحده كده يكون شافها وحليت في عينيه. جراب البيه المأمور بقى بتاعكو ده واحد من العرسان دول. يا حلاوته يا جماله. مش يتنيل بقى على خيبة أهله ويرضى باللي بيرمهوله الراجل الكبير، لأ ده حب يعمل فيها عريس وراح للعروسة من ورا الراجل. وعديكي بقى على اللي حصله، اتمسح بكرامته الأرض، كان هيتشل ويترفد ويسجن ويتلفق له تهمة من دول اللي بيود ورا الشمس. أمسأ بقى عليه أم تلاقي لها إلا الله، وعشان الوسايط واللي تشفعوا له حبوا يلموا الموضوع ونقلوه مكان بعيد. والفين المكان ده ما كنتش عارفة، وديني يا حبيبتي عرفت. طب قولي لي تاني كده اسم الراجل الكبير اللي عمل فيه كل ده. ما أنا قلتلك يا حبيبتي، بس انتي قولي لي عايزة تعرفي ليه اسمه. يعني اهو من باب المعرفة. اسمه سليمان باشا مدكور. باشة ايه يا ست منتهى؟ ما الباشا واترحت عليها خلاص. ده انتي غلبانة قوي يا حبيبتي. الباشا باشا والبيه بيه والغلابة غلابة والمامة المامة طول ما احنا عايشين في البلد دي. لكن انتي قولي لي هو كان عايز منك ايه الجناب المأمور بتاعكو ده؟ سي خالد ده واكل البلد كلها في عبه وعايز ياكلني معاه. طمعان فيا وما طلنيش، بس ايه اديتهم له ميري وملكي. برافو عليك يا بنت تربيتي. انت هتقولي لي؟ بيني وبينك انا كنت قلقانه. انا حبيت فيه عشان احسسه ان انا مش هاممني، بس من جوايا يا اختي كنت مرعوبه. ما تخافيش يا بنت، لو الراجل اللي انا بقول لك عنه ده انبسط محدش هيقدر يزعلك ولا يدوس لك على طرف. ده انت لو عايزاه يقلب البلد كده عليها وطيها هيعمل كده، لا العمده ولا المأمور بذات نفسه يقدر يعمل لك حاجه. ده راجل واصل وايده طايله، بس هو يرضى عننا وينبسط. المأذون ويسل لست العرايس. طب اجري يا حنان روحي شوفي ابو العيله، قومي يا اختي من جنب صاحبتك قولي المأذون جه. يلا بسرعه يا بيت. حاضر. بتحبيه يا خايبه؟ ايوه بحبه، وبحبه قوي كمان.